إليك نبعث تهانينا يا مهدينا يا مهدينا، إليك نبعث تهانينا يا مهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين بمناسبة مولد منقذ البشرية ومخلص الناس ومخلص الضعفاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أقدم التهاني والتبريكات إلى مقام العلماء وإلى جميع أهالي قرية النويدرات، شبانها وشبابها ونسائها ورجالها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام على الجميع ونحن في أتم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولآله الأطهار بمناسبة مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. نسأل الله تعالى أن يعجل له الفرج ويسهل له المخرج، وأن يجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. قال أو روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. لهذا في هذا اليوم سوف نقوم بمسابقة ثقافية، سنتجول في أرجاء القرية وسنطرح بعض الأسئلة الثقافية على جميع الأطياف هنا في القرية. متى ولد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ عام 255 هجرية. هجرية في الخامس عشر من شعبان. أحسنت أبو محمد، والله يعودك إن شاء الله الجائزة. إن شاء الله بتوصل، إن شاء الله بتوصل في القريب العاجل. الجاية جاوب جعفر، جعفر جاسم. إن شاء الله. شو أخبارك حسين؟ وجزاك تبارك بالليلة. شباب وش تسمكم؟ علي. علي حبيبي. الأخو محمد حسن. محمد حسن. عدد أنصار الإمام المهدي يساوي عدد أنصار النبي محمد في معركة كانت في بداية الإسلام. 313 هم. بس شنو اسمها المعركة؟ بدر. أحسنت أستاذ نسيم حبيبي، تعال بارك الله فيك. أستاذ محمود سلم الهدية لنسيم، جائزة فورية لنسيم يستاهل. تفضل حبيبي، الله يعودك حبيبي إن شاء الله. عندما تولى الإمام المهدي زمام الإمامة، يعني بعد ما توفى الإمام الحسن العسكري، كم كان عمر الإمام؟ 5 و6. ها، 5 و6. 5 و6. 5 و6 صح الإجابة. الإجابة كانت 5 سنوات كان عمر الإمام حينما تولى الإمامة. بارك الله فيك، والله يعودك هاي جائزة من الإمام المهدي. كانت له غيبتان صغرى وكبرى. الغيبة الصغرى كم كان مدتها؟ إذا قلنا 60 70 80، احنا نقول خير وامور اوسطها. صراحه انا ما اعرف ايش اسمها الجواب، بس انا اقول 70. الاجابه صحيحه يا استاذ مجيد، تفضل الجائزه الفوريه من عند علي خاتم، والله يعودك ان شاء الله. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه يسمى بطاووس اهل الجنه، لماذا سمي بهذا الاسم؟ اجمل المخلوقات على وجه الارض، يعني نقول فهو أجمل المخلوقات في الجنة. أحسن، والله يعودك بالجائزة الفورية من علي خاتم، متبارك بالليلة، الله يعودك إن شاء الله. الله يسلم. تحفظين سورة قل هو الله أحد؟ ها؟ ما تحفظينها؟ خلينا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله شاطرة، تحفظين السورة كامل. كم عمرك؟ 7. كم؟ 7. 7 وحافظ السورة كامل، كفك. علي خاتم، وين علي خاتم؟ جيب لها جائزة فورية، جيب لها تستاهل. أحد المساجد في قم المقدسة أمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ببنائه. فقام، رحت إيرانه؟ رحت إيرانه؟ جمكم حرق الششكة؟ لا ما حرق الششكة.
يستاهل يستاهل جائزة نورية. أعطى الجائزة الإمام المهدي في بداية حياته أغلب فتراتها كان الإمام الحسن العسكري معتقل في سجون المعتمد. إنزين، فمن تولى رعايته بعد الله سبحانه وتعالى؟ إنزين، خلنا نقول عمد حكيمة. عمد حكيمة على غشاش قاعدة على غشاش. يستاهل يستاهل جائزة نورية. بارك الله فيك والله يعودك. كتيب أصدره أو كتبه وألفه السيد محمد باقر الصدر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كتيب مشهور صغير عن الإمام المهدي، ما اسم هذا الكتيب؟ الغيبة الصغرى. الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى. لو أي إجابة؟ الغيبة الكبرى. نعطيكم خيارات زين، بس واحد يجاوب. زين، العقيدة المهدوية، بحث حول المهدي، بحث حول المهدوية. بحث حول المهدي. بحث حول المهدي هو الكتاب الذي ألفه أو الكتيب الذي ألفه ألفه السيد محمد باقر الصدر عن الإمام المهدي. تفضل الجائزة والله يبارك فيكم إن شاء الله ويعودكم إن شاء الله. الإمام المهدي أمه اسمها نرجس. نرجس. زين، الاسم الحقيقي لها شنو؟ ما أدري. عطني خيارات. زين، إذا قلنا هي أصلها طبعاً رومي. زينة، بنعطيك خيارات. هل هي سكينة؟ زين، خاتون، والله مليكة. مليكة. طبعاً الإجابة الصحيحة. يستاهل الأستاذ مهدي الإجابة الصحيحة الجائزة الفورية. الأستاذ مهدي تفضل حبيبي ومتبارك في الليلة. الله يعوركم حبيبي. الله يسلمك. وصلنا إلى نهاية هذا المهرجان أو الأسئلة الثقافية. نتمنى أن نكون قد وفقنا وفي أمان الله. نبني الكرامات يا فخر آيات قدوة ما ننساه. يا مهدي.